لكن بنرجع حق الوسط الفني وبنسولف فيه، لكن العيد الروسي ايه الناس عرفتك بهالاسم، اسم مميز، لقب لقبت فيه، شنو قصته؟ للحين ترى الناس مو عارفه. هذا العيدروسي إيه؟ في بعد طبعا ما تفرقنا حق المسرح العربي. إيه؟ كان مسرح أهل، كان اول مسرح حكومي مع الاستاذ المرحوم الدكتور زكي طليمات. صحيح. كنا وياه 4 سنوات، يعني من 10/10/1961 لغاية 10/10/1964. الله، شوف التاريخ. أي والله. هذا اللي ما ينسي. بعدها صارت مسارح أهلية خاضعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. صحيح. منهم المسرح العربي، مسرح الخليج، مسرح الشعبي، مسرح الكويتي. فالمسرح العربي يضم نخبة اللي هم المرحوم عبد الحسين عبد الرضا، سعد الفري لها طولة العمر، خالد النفيسي رحمة الله عليه، غانم الصالح، محمد جابر، حسين الصالح رحمة الله عليه، يعني المجموعة هذه كلها. فقدمنا أول مسرحية عشت وشفت، تأليف أخوي الفنان سعد الفري. حلو. يعني لا أنا ولا عبد الحسين اشتركنا فيها. انزين. قلت له ليش؟ أقول حق عبد الحسين ليش ما نشترك؟ إيه؟ قال خلك أنت، في عندي مسرحية أنا كاتبها. حلو. اسمها أقنم زمانك. إيه؟ في نفس السنة، يعني ما في يعني تقول السنة الجاية، لا لا نفس الموسم. إيه؟ فقدمناها. فأنا طلعت في دور الملة. فقال لي حسين صالح أبو خالد أنت دور الملة ما يخالف، ما يعني خالد، ما يسموني خالد، محميد يسموني. إيه؟ أول صغيرونه يعني محميد، يعني دور الملة شلون؟ قلت له أعرف أنا دور الملة. حلو. لأن أعرفهم الملال، وأنا عندنا وايد هني بالشام أقول لهم. إنزين. إيه. فقال لي على يومكم درستوا على دينهم. إيه. إيه. لا لا اللي يقرون على الناس. ها الملة اللي يقرأ. إيه اللي يقرأ على الناس. إيه. أوكي. أنا المهم كان يقول لي طيب يلا بس شوف لك اسم. قلت له العيدروسي على طول. اي على طول. قال شنو هذا العيدروسي؟ اي قلت له والله انا اشوف امي تروح اول حق الزيران يضغون زيران واسمعهم يغنون شل الله يا العيدروسي، فلبق الاسم هذا. لا يكون اسم يني. اي يني ما يني مش سرانة عاد. كان يقول لي زين خليك العيدروسي. والصوت؟ الصوت قلت له عبد اللطيف الكويتي. لما يحكي. اي لما يحكي. اي شلونكم عساكم طيبين؟ قال لي بس خليك اثبت. والبقت. ها؟ البقت عليك. البقت. الله. تطولوها المخرجين. كان التلفزيون شغال. صح. التلفزيون 62 شغال. اي صدقت. قامت تنهد علي المسلسلات. قام الكتاب يكتبون. على هالشخصية. على هالشخصية، من ضمنهم يعني له طولة العمر عبد العزيز السريع. صحيح. كتب وايد حق العيدروسي، سعد الفري أخوي سعد الفري، غانم، أنا كتبت، عبد الحسين كتب حق شخصية العيدروسي. صحيح. وأنا وياه أبو بعليوي وأنا العيدروسي. ليمن قضبنا التلفزيون كان يقول أنت ويا عبد الحسين نبيكم تسوون معرض للألحان. من اللي يقول؟ هذا التلفزيون الحين. إيه؟ نبيكم تسوون معرض للألحان. شنو معرض للألحان؟ قال دكان حطوا فيه بشتخته. حلو. واسطوانة، عارف شلون؟ يجي الزبون عندكم عندكم أغاني كذي كذي كذي. إيه نعم عندنا، ممكن تحطوا لي أغنية؟ حلو. نحط له الأغنية. إهداءات صار له. إيه نحط له أغنية. نزلت الأغنية، نزل بالتلفزيون، نزلت الأغنية بالتلفزيون. أنا وعبد الحسين شو نقول الحين؟ بالفترة اللي بعد لما تخلص الأغنية على الهواء. إيه؟ ارتجال يعني. ارتجال. إيه؟ على الهواء. ما في بعد تسجيل. إيه؟ شو نقول الحين؟ قال قول أنت كذي 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 وأنا أقول كذي كذي. أنت قلت الله. لمدة سنة. لمدة سنة الإعداد مالكم يصير أثناء الارتجال. بس. شيء عجيب. بس.
فاشتغلنا شغل يعني. عمي نجحت الشخصية، نجحت لي فترة بعدها يعني وقفتها، أنت كنت بتوقفها بس كان في شخصية معينة. خلنا أقول لكم شغلة، يلا أنا ما بيأخذك بعد.